من الناس أعلام كانت حكمهم وأقوالهم مصدر إلهام ونور لحياة الناس على مر التاريخ. من هؤلاء الأعلام مولانا جلال الدين الرومي. ولد مولانا في مدينة بلخ من بلاد خراسان والتي تعرف اليوم بأفغانستان في عام 1207 للميلاد. كان والد مولانا من كبار علماء مدينة بلخ، وكان يلقب بسلطان العلماء، وهو بهاء الدين ولد ابن حسين خطيبي. اضطر بهاء الدين ولد فيما بعد لمغادرة بلخ إثر تعرضها للغزو المغولي. في تلك الفترة كانت الأناضول تقع تحت حكم السلاجقة، وكانت قونيا عاصمة لتلك الدولة. كانت قونيا في تلك الفترة من الزمن تزخر بالعلماء والأدباء والفنون المختلفة، وكانت الدولة السلجوقية تعيش أوج ازدهارها وحضارتها. كان حاكم الدولة السلجوقية في تلك الأثناء علاء الدين كيكوباد قد دعا بهاء الدين ولد إلى قونيا وطلب منه أن يقيم فيها. قبل بهاء الدين دعوة السلطان وقدم إلى قونيا مع عائلته وأصدقائه في شهر مايو من عام 1228 ميلادية. استقبلهم السلطان بنفسه في احتفال كبير لإكرامهم، وخصص مدرسة ألتنابا كمكان لإقامتهم. توفي سلطان العلماء في 12 من شهر كانون الأول من عام 1231 للميلاد، ودفن في حديقة الورود في القصر. وحتى يومنا هذا فإن ذلك المكان لا يزال يستخدم كمتحف يضم الزاوية الخاصة بمولانا جلال الدين الرومي. بعد موت سلطان العلماء تجمع طلبته ومريدوه حول مولانا، حيث رأوا فيه الوارث الأمثل لمكانة أبيه. قابل مولانا جلال الدين الرومي شمس تبريزي في 15 من شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 1244 للميلاد، ولكن التقاؤهما لم يدم طويلا حيث توفي شمس فجأة. كنت نيئا ثم نضجت ثم احترقت، هكذا كان يلخص حياته بهذه الكلمات. يوم الأحد 17 من تشرين الأول عام 1273 للميلاد انتقل مولانا جلال الدين الرومي إلى جوار ربه. كان الموت بالنسبة لمولانا كليلة العرس كما يعبر عنه في كتاباته، وكان يوصي بعدم النواح والعويل عليه عند موته. كانت وصية مولانا كما يلي: أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن، والإقلال من الأكل والكلام، وترك الذنوب والعصيان، والمداومة على الصلاة والصيام، وترك الشهوات واللذات، وتحمل الجفاء من جميع المخلوقات، وعدم الجلوس مع الجهال، وإدامة التواجد مع العاقلين وأصحاب الحكمة والأخلاق العالية. أفضل الناس أنفعهم للناس، وخير الكلام ما قل ودل.